سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد امبارح افتتاح مصنعي الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية في مجمع الصناعات الكيماوية بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة. اتكلم سيادته في عدد من الموضوعات المهمة وقال إن البنوك المصرية هتغطي الاعتمادات المالية عشان تأمن الإفراج عن البضائع الراكدة في المواني خلال الأيام القادمة، وده علشان يبقى عندنا سيولة في هذا الأمر وعشان نكون أنهينا هذه المشكلة تماما. خلينا نشوف جزء من كلام سيادة الرئيس. يعني احنا كان في نقاش مع وزير البترول من يومين على موضوع السوداش، على موضوع إيهاب السوداش فقال لي ان واحنا كنا الكلام ده فتحناه قبل كده في مش كده لا لما ساعات لما كانوا بيتكلموا المستثمرين على ان احنا في بعض المنتجات اللي بنطلعها او اللي محتاجين نطلعها اكتر عشان ما نستوردهاش من بره. عشان ايه ما نستوردهاش؟ طب ليه مش عايزين نستوردها من بره؟ اولا عشان نشغل ناس في مصر، يعني بدل النهارده انا مشتري المنتج ده من بره، طب ما انا اعمله عندي والناس في العماله تبقى عماله مصريه، وبدل ما انا بدفع دولار عشان اشتريه هشتريه بالجنيه المصري. تمام. وكل ما انا اطلع منتجات، وانا بقول الكلام ده لينا كلنا، للرجال الاعمال وللمستثمرين وللحكومه وليكم، كل ما هننتج مواد بنجيبها من بره كل ما الضغط على الدولار يقل. الفكره يعني انا بسمع كلام كتير يقول لك ايه، انتوا ارجو ان انتوا تخفضوا من المشاريع القوميه عشان تخففوا العبء على الايه؟ على الدولار. لا يا جماعه لا. وبالمناسبه يعني ان شاء الرحمن الرحيم، يمكن الدكتور مصطفى كان بيكلمني في اول امبارح، معلش يا هبه انا يعني بيكلمني على خطته في، لان احنا كنا قلنا من شهرين ان احنا محتاجين المستلزمات اللي موجوده في المواني تطلع يا دكتور مصطفى. فكان بيعرض عليا من يومين الخطه بتاعه خروج هذه المواد، وانا بقى مش بعلنها للناس، احنا قلنا كلام بس وبننفذه ان شاء الله. فطبعا البنوك المصريه هتغطي المطلوب بالدولار على طول لصالح الاعتمادات ديت في خلال 3-4 ايام. كمان تحدث سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن جهود الدولة في الحفاظ على الأسعار، وقال إن الدولة حريصة على إن الأسعار ما تزيدش ولا تحمل المواطنين المزيد من الأعباء، وقال كمان إنه لن يتم تسعير الكهرباء والمشتقات البترولية بالسعر العالمي عشان ما ترفعش الأسعار بشكل كبير. نرجع تاني لموضوع المصانع، احنا بنتكلم هنا على صناعات محددة، الصناعات دي بقول تاني زي ما يعني مش عايز أكرر الكلام اللي اتقال، ان هي ما عندناش طرف او يعني ان احنا نخاطر بيها، ما نقدرش نخاطر بيها، مش بس عشان بتستورد من بره، لا، انت النهارده عندك استقرار في انتاجها هنا، انت ما عندكش مشكله، لا انت خايف انها تخش مواني او المصانع اللي موجوده بره يحصل ازمه ما تجيلكش الحاجه، لا انت ما عندكش المشكله دي خالص. عشان كده بقول للدكتور ايهاب، فوق اكسيد الهيدروجين انت بتتكلم في 50%. أنا مش بتكلم بس على ثمن المواد ديت كدولار، لا أنا بتكلم كأن هي استقرار في الصناعة هنا، لأن إحنا حتى يعني التكاليف بتاعتنا ما بتت يعني ما إحنا ما جينا نتعامل مع الموردين دلوقتي في مجال المصانع الجديدة، فوجئنا إن الأرقام بقت مختلفة. مختلفة فوق مش مختلفة يعني الناس كلها مش كده ولا صحيح؟ صحيح. وبالتالي النهارده المصنع ده او بتاع فوق اكسيد الهيدروجين احنا محتاجين نتحرك عشان الفجوه ما تبقاش 50%. تمام. الفجوه ما تبقاش ان شاء الله نحاول يا فندم يكون جاهز مع مصنع الكلور باذن الله. يبقى في 2014 ابريل يعني باذن الله. يبقى كويس قوي ان شاء الله. نيجي بقى على مصنع الاسمده الازوتيه ده، وانا عايز اقول لكم ان احنا مصر ان شاء الله بالمجمع ده بافتتاحه ان شاء الله، كان المفروض يبقى في شهر 12، كان المفروض المصنع ده مش كده يا وليد؟ كان المفروض يبقى في شهر 12 نفتتح الست مصانع بتوع السخنه، ولكن يعني نتيجه الظروف يعني الدوليه والكلام ده اتاخرت شويه، لكن ان شاء الله في شهر 2-3 نكون بنفتتحه، وده هيدخل حوالي 700,000 طن ولا كام؟ 720,000 طن يا فندم. انا بحفظ ب تمام 700,000 طن اسمده ازوتيه. تمام. يجابه التطور اللي احنا بنعمله، احنا بنتكلم على 2-3 مليون فدان خلال سنتين، ولا انا بقول يا وليد كلام دكتور مصطفى؟
فانا النهارده لما بقول كده يبقى انا لو انا بطلع الاسمده اللي تكفيني واللي اصدر منها انتوا شايفين كويس قوي ان الموضوع. وبرضو بقولها لاخواننا المزارعين، يا جماعه احنا النهارده لو الاسعار بتاعت الغاز اللي داخل في صناعه الاسمده بيتسعر بالارقام العالميه، الثمن هيبقى غير كده خالص. بس الكلام ده احنا حريصين على ان احنا نعمل استقرار في المدخلات الزراعه، وبالتالي الاسعار ما زادتش بالقيمه. لو النهارده لو وزير البترول قال لي يا فندم انا مش هقدر ادي مصانع الاسمده، كل الاسمده حتى بتاعت القطاع الخاص، اي حد يعني، مش هقدر ادي له بالثمن اللي هو بياخده بيه دلوقتي. انا عايز ازود الرقم ده ضعف او اتنين او ثلاثه. انا بقول كلام معقول؟ مش طب ضعفين، طب انا النهارده ضعفين مين يستحمل ده؟ يبقى الطن ابو 6000 ولا يبقى ب 12 ب 18، مين هيستحمله؟ ومش بس كده، طب ما المزارع لما هياخده بسعر عالي هيعمل ايه؟ هيعلي المنتجات. يبقى المواطن يلاقي حاجته بكام يا دكتور مصطفى؟ باسعار غاليه جدا. فاحنا بنحاول مع بعضنا، وانا بقول الكلام ده لينا كلنا وللمثقفين والاعلاميين والمفكرين والمتابعين، كل كلمه بقولها لكم ممكن تبقى عنوان كبير قوي تتكلموا فيه. انتوا فاهمين يعني ايه ان انا النهارده المنتجات الزراعيه ديت او المواد الغذائيه بتاعت الناس تزيد ثمنها مرتين ثلاثه؟ هو مين يستحمل ده؟ مين يستحمل ده؟ بس خلي برضو بالكم وان البلد الى حد ما كيف هتقدر تجابه الاستمرار الحاله ديت لسنه ولا اتنين جايين ما مش عارفين هتخلص امتى، وهي ماسكه بتعمل بتحافظ ما امكن على الاسعار ما تزيدش، بتحافظ ما امكن على الاسعار ما تزيدش. انا بقول الكلام ده للمصريين كلهم، ان انتوا لازم تكونوا عارفين، اوعوا تكونوا فاكرين ان انتوا احنا مش حاسين كبني ادمين وكمسؤولين ان الاسعار حمل على الناس. بس والله ما في اكتر من كده نقدر نعمل. يعني كل انا بقى شرحت حاجه واحده بس في موضوع واحد. لو كلمت على الكهرباء هتلاقي نفس الكلام. لو والله النهارده الدكتور شاكر حب يسعر الكهرباء هو والشركه والبترول بالتكلفه الحقيقيه، والله انا مش بتكلم على اللي احنا بندعمهم، الكلام ده انا قلته قبل كده. انا بتكلم على حتى اللي احنا كنا وصلنا ان احنا حررنا السعر بتاع الكهرباء بالنسبه لهم اللي هي الشرائح الكبيره قوي اللي هي اعلى نسبه استهلاك. لا قدرنا نعمل كده مع المصانع ولا قدرنا نعمل كده مع المواطنين. بس انت بتعمل ده كله منين؟ ما محدش بيجيب حاجه من جيبه. مش كده يا دكتور مصطفى؟ مش من جيبنا يعني. لكن ده من قدرة البلد. فأنا بقول الكلام ده عشان كلنا نتكاتف، لأن ألاحظ إن بعض الناس يعني يقول لك ده فرصة إن احنا نعلي الأسعار شوية نكسب، نقول ما فيش دولار ما في. ده بالعكس، ده الوقت ده هو الوقت اللي احنا فيه يعني يبرز فيه إن احنا حرصنا على الناس، وإن احنا ما نغليش الحاجة على الناس. احنا بنتكلم في أكل وشرب، بنتكلم في أكل وشرب. سيادة الرئيس أيضا اتكلم عن الصندوق الاستثماري الخاص بهيئة قناة السويس، قال إن هذا الصندوق سيساعد الهيئة في تمويل مشروعاتها من خلال عائدات قناة السويس، وقال إن الصندوق مراقب أيضا من أجهزة الدولة الرقابية. ده أنا هخلي الكلام ده خطر أقوله ولا لا؟ بجد والله بجد بكلم بجد، قلت له ده أنا هخلي اللي يوافق لجنة برئاسة قاضي وتروح لها النتائج مميكنة عن طريق وزارة الصحة إلى القاضي ده في اللي هيدي تصريح سلامة التحاليل، مش كده؟ حصل. طب حد يقول له أنت بتعقدها بقى ولا إيه؟ لا 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 والله، ده أنا بطمن الأم والأب اللي هم عندهم أبناء، خلي بالك وانت داخل على ده، احنا بنعمل اجراءات، الاجراءات دي الهدف منها، هو انتوا فاكرين الجواز ده حاجه بسيطه؟ ده اغلى ميثاق.
أغلظ إيه؟ أغلظ ميثاق بين الراجل وبين ففي قاضي، والقاضي ده معاه دكاترة مستشار من عندكم يا دكتور خالد، بيشوف الفحوصات ديت وبيؤكد وبيدي الإذن للمأذون إنه يعمل إيه؟ يوثق إنه يعمل العقد، لأنه الاتنين هيبقوا شافوا بالظبط، مش كده يا دكتور؟ ولا أنا هيبقوا شافوا بالظبط الموقف واطمنوا وقبلوا بالنتائج ديت، ويتعمل العقد على كده. حد كتير يقولوا انت بتعمل ده مش خايف ان الناس تلجأ لحلق لاسلوب اخر؟ اقول والله احنا انا امام الله بشرح وباكد وبتكلم، وبعدين بنحاول نعمل مسار، هذا المسار يؤكد السلامه، لان هو بيقول كان يعني اللي قاعد هناك ده الدكتور سعد الهلالي ولا مش موجود معانا، كان بيقول من 1400 سنة يعني سلامة الـ يعني الزوجين. طب ده كان اللي موجود ساعتها، كان المتاح من معرفة، كان موجود ايه؟ متاح من معرفة. طب المعرفة ايه؟ اتغيرت واتطورت، بقى عندي فرصة اشوف اكتر، لدرجة ان اقدر اقول ان الانجاب ده فرص لا قدر الله، ان يحصل فيه خلل او عيب نسبتها كده. طب لو الطب عمل لي ده وانا كدولة ما خدتش بيه، ظلمت ولا ما ظلمتش؟ ظلمت حالة الزواج. ظلمت ايه؟ حالة الزواج. يعني ففي كلام كتير وناقشوا فيه، واللي هتتفقوا عليه هيبقى هو ده اللي احنا هنتفضلوا. استريحوا، اتفضلوا استريحوا. معلش يا إيهاب خدتك في حته تانية خالص، بس احنا بنستفيد من الاوقات دي ان احنا نتكلم مع الناس ونقول لهم ونشرح لهم الحكايه. يبقى نعمل بقى قناه السويس صندوق ولا لا؟ بالمناسبه الصناديق دي كلها ما حدش يقدر يصرف جنيه الا ما يقول لي، وانتم متعرفين الشاف الفلوس عامل ازاي. يا نهار ابيض، كل يوم ما فيش عندي حاجه. الفقير ما عندوش غير انه يخلي باله. الفقير ايه؟ ما عندوش غير انه يخلي باله من كل مليم. بنصب على عليكم مره تانية. امبارح كان في اخبار واحداث كتيره جدا، كمنها الاجتماع اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء من اجل متابعه توافر السلع في الاسواق باسعار مناسبه، وخصوصا السلع الاستراتيجيه. كمان تابع رئيس الوزراء ايضا المشروعات الخاصه بقطاع الموارد المائيه والري. تفاصيل اكثر في سياق هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها الاجتماع اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات اللي بتنفذها وزارة الري. وأكد رئيس الوزراء أهمية أن تكون هناك خطة تنفيذية متكاملة لتشغيل الأبار الجوفية بالطاقة الشمسية خلال الفترة القادمة، وده بهدف تخفيض فاتورة الدعم اللي بيتم تحملها من خلال ميزانية الدولة. امبارح برضه الدكتور مصطفى مدبولي تابع موقف توافر السلع في الأسواق، وقال رئيس الوزراء إن الحكومة مهتمة بالمتابعة الدائمة لهذا الملف في إطار الحرص على ضمان توافر مختلف السلع للمواطنين، خاصة السلع الاستراتيجية بالأسعار المناسبة مع بدء الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان المعظم. امبارح أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليل جديد تحت عنوان ثالوث الجائحة والتضخم والتجديد النقدي وتداعياته على الأعمال، وقال إن العالم شهد على مدار السنوات الثلاثة الماضية أزمات اقتصادية متلاحقة ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، وأكد إنه وفقاً لتقرير التجارة والتنمية الصادر على الأونكتاد في أكتوبر الماضي، خسر الاقتصاد العالمي أكثر من 17 تريليون دولار منذ بدء تفشي فيروس كوفيد-19، أي ما يعادل نحو 20% من الناتج الإجمالي العالمي.
امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج، وده بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة والشخصيات العامة وممثلي وزارة الخارجية، وده بيأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإعداد والتأهيل المتكامل للضباط اللي تم اختيارهم للعمل بمكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج. وفي جولة المحافظات معنا مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح في المحافظات، ومنها إنشاء منظومة الباركود لتلقي الشكاوى الحكومية في الوادي الجديد، وافتتاح مركزي الشباب ومدرسة بمركز الصنطة في الغربية، والانتهاء من تبطين 112 ترعة في سوهاج، وأخبار تانية كتير هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت أخبار وأحداث كتيرة امبارح، البداية من الإسكندرية اللي أعلنت فيها مديرية القوى العاملة تعيين 5214 شاب، منهم 145 قادرون باختلاف بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري. في الوادي الجديد أعلن الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أنه تم إنشاء منظومة الباركود أو كيو آر كود بهدف تلقي الشكاوى الحكومية المتعلقة بالقطاع الصحي، وده انطلاقاً من حرص الدولة على تيسير حصول المواطنين على خدمتهم وتذليل المشاكل اللي بتعيق حصولهم عليها. في المنيا أعلنت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بالمحافظة إن موسم تسلم محصول قصب السكر من كل المناطق الزراعية هيبدأ يوم 5 يناير 2023. في الغربية افتتح المحافظ الدكتور طارق رحمي ملعب خماسي بمركز شباب الصنطة وملعب بمركز شباب إشناوة، وده بعد انتهاء أعمال إحلال وتجديد بتكلفة 1,200,000 جنيه، وكمان تم افتتاح مدرسة كفر حواي للتعليم الأساسي والمقامة على مساحة 1,203 متر بتكلفة 5.5 مليون جنيه. في شمال سيناء أعلن المحافظ الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة موافقة اللجنة العليا للاستثمار بالمحافظة على إقامة مشروع مصنع طوب آلي في المنطقة الصناعية ببئر العبد، واللي هيقام على مساحة 4,113 متر مربع بقطاع مواد البناء. في سوهاج تم الانتهاء من تبطين 112 ترعة بطول 442 كيلومتر وبنسبة تنفيذ أطوال 77.8% من إجمالي أطوال الترعة المستهدف تبطينها بنطاق المحافظة، وده ضمن أعمال المشروع القومي لتبطين الترع بهدف ترشيد الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة وتحسين جودة الري. في جنوب سيناء افتتح المحافظ اللواء خالد فودة عدد من المحال التجارية بالممشى السياحي بطريق السلام بمدينة شرم الشيخ، وده في إطار تنويع المنتجات وملائمتها لمختلف الزوار والجنسيات الوافدة لشرم الشيخ، وكمان تشجيع المستثمرين والعاملين في المجال السياحي. في بورسعيد انتهت مديرية التموين من تدريب الدفعة الأولى من موظفي المديرية على لغة الإشارة للتعامل مع الصم والبكم من المواطنين المترددين عليها، وده للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.